لاتستاسيون قلت لك تاع المواطنين قلت لك لاتستاسيون ترافاي. نعم. فيها فيها لا دات دو ريجو ترافاي 26/2009 ولا ريبريس في 10/2009. هذه هي عندك شهاد عندك شهاد عندك شهادة عمل؟ ها شهادة عمل؟ نعم. والأجرة تاع المواطنين 2009. ماي 2009 نعم. صرافي كنت خدام في سيدار النبا. نعم. حجار في حفل الحجر جيت خارج من 22 في 22 في الناس. نعم. خارج هكا فوراك في الطريق تحادث عمل. ما سمعتكش مليح. هذول دولة السبيطار تاع صرا لك حادث صرا لك حادث حادث عمل؟ حادث عمل دولة السبيطار قال لك هي في السبيطار. داوك السبيطار نعم. وكي خرجت عطاوني 3 شهور كونفاليسونس وديت 100% هذه لازم يتي هذه حادث العمل شوف خروج خروج العامل من بيته الى العمل وخروجه من من العمل الى بيته يعتبر يعتبر حادث عمل وقت حادث عمل حادث عمل قلت لك من 22/2009 على 29 دقيقه نهار من الاحد قلت لك من تم جو لي بومبي لا خلينا من السبيطار ورحنا حادث عمل حادث عمل ست ايام في السبيطار عطوني 3 شهور طاطي خرجت من السبيطار ما فوقش خاطر طاطي في سيف ولا كثيرة في 2011 نعم رحت لقيت مخرجوني راني فيه بيرسونيل هذه مش كانت عندي 57 سنة نعم جيت راه قلت لهم اعطوني لابساسيون باش نروح نخرج 96 يوم في الكاتوريك ولقيتها 100% ترى انكم شركه في ايدي هذيك سوسابال عندي سؤال عندي سؤال سوسابال ما دارتش ديكلاراسيون لا ديكلاراسيون باكسيدون لا ما داروش تصريح ما داروش تصريح بحادث العمل ما داروا حتى شيء صح انت درت 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 رحت للمحكمه ولا ما رحتش؟ هاني جايك رحت صاحب الاخر واش عليه روح لي مباشره من التفاصيل هذه رحت المحكمه ولا ما رحتش؟ لا رحت المحكمه اللي جايك رحت صاحب السكشن ترافاي انا عارف تروح لازم تروح لازم تروح مفتش العمل ومن بعد تروح للمحكمه قل لي رحت للمحكمه ولا لا؟ رحت للمحكمه 10 احكام يقولوا لهم اعطوه على التخصص تاع المطبيق بالعربيه بعد الاحكام هذه واش فيها 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 الزام الشركه بتصرح بالمرض تاعك و الزام الشركه باش تعطيه شهاده العمل الاجراء كامله البيانات باش يعطي من كثرك هيك التعليم ولا كثر الفرصات والشركه ما حبتش الشركه ما حبش ما حبش تنفذ لا يبدو لي في ورقه ما مكتوبة في السون ترافاي وفلان ما يتحموك دم بصح ما يحبوش يحطوا النهار تاع لك تاع تاع المراضي ما يحبوش يحطوا خلاص مراضي تاعك حتى تجوز واش عليه الاخ يا الاخ كاين احكام قضائيه خرجت تلزم الشركه ولا كيفاه احكام قضائيه تلزم الشركه كان محكمة قضائية عن صح هل تم تنفيذ هذه الأحكام القضائية؟ ما حبوش ينفذوا قلت لك بعث عليه الويسي باش يجي واش عليه؟ يعطيني وثيقة أخرى مثلا يعطيني وثيقة أخرى يعطيني شهادة عمل ما يحبوش يحطوا فيها الأرضاق تاع الفرنج الحالي واش عليه؟ هل 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 رحت هل رحت درت قضايا تاع توقيع الغرامة التهديدية أم لا؟ نعم داروا لهم غرامه تهديديه تاع 450 في النهار وما تقدروش شهاده عمل وصفيت وصفيت الغرامه التهديديه ام لا؟ صفيتها ام لا؟ ها هذه جايه خلاص دوك نجاوبك الاخ دوك نجاوبك ما مفهوم سؤالك مفهوم سؤالك يعني ما راكش الوحيد مفهوم سؤالك اغلب الاشخاص او العمال اللي يرافعوا كثير من الشركات ترفض الامتثال وانا في كل مره نقول لابد من إعادة النظر في رفض الامتثال نروحوا مباشرة إلى العقوبة وإلى المتابعة الجزائية لأن القانون واضح حكم قضائي صدر عنده صيغة تنفيذية المفروض يتنفذ هذا الحكم
المتعلق بإعادة الإدماج يروح. إذا رفضوا نديروا المتابعة الجزائية، لأنه ترفض الامتثال حتى إذا كان قانون العمل ربما يمنح أو يمد ضوء أنه نرفض الامتثال، بالمقابل نكون مستعد أن ندفع تعويض، ولكن هذا رفض الامتثال للإحكام القضائية، ونقدر نقول حتى التقليل من شأن الإحكام القضائية. الآن أنت عندك عدة أحكام، كل حكم تروح تديره محل تصفية، لأنه من غير المعقول أن تبقى طيلة هذه السنوات والإدارة اللي هي الشركة اللي كنت تشتغل فيها ترفض تنفيذ حكم القضاء، تطلب توقيع الغرامة التهديدية على الشركة بواقع مبلغ معين كل يوم، ثم بعد ذلك تقوم بتصفية الغرامة وتروح مباشرة إلى الحجز، وتبقى تستمر في الغرامة التهديدية إلى حين تنفيذ الحكم. ما ينفذوش الحكم خلي ما ينفذوش الحكم، عندك مدخول دائم ومستمر نتيجة هذه المقاومة التعسفية للشركة اللي ترفض تنفيذ أحكام القضاء، وانت دير تصفية الغرامة التهديدية وروح للحجز ودي الأموال وخليهم يبقوا يستمروا في التعنت تاعهم، ما دام الشركة موجودة وما دام الحساب البنكي تاعها موجود وما دام كاين أموال كاين أحكام قضائية تلزمهم بدفع مبالغ معينة يقررها القضاء إلى حين تنفيذ الحكم القضائي. هذا الأمر مفهوم.